ديفيد اللي مش عارفني. واحنا صغيرين بنبدا نكبر بنبقى يعني ما فيش عندنا انترست في اي حاجه معينه، يعني بنبقى ما فيش حاجه معينه عندنا، مثلا القرايه او اللعب او الكمبيوتر او الجيمز او اي حاجه. احنا بنبقى يعني نيوترال بالنسبه لكل حاجه. وبعد كده بنبدا زي ما بنشوفهم مثلا في البيت، لو لقيت مثلا بابا بيقرا كتير هقرا كتير يعني، او ممكن مثلا يعني يشدني مثلا لو هو نازل المكتبه مثلا يشتري كتاب، او لو لقيت واقف مثلا بيجيب مثلا جرايد، حتى لو بدا الموضوع ان انا مثلا امسك الجورنال مثلا احاول مثلا اتفرج مثلا على حظك اليوم او اي حاجه، بس هيبقى فيه الهابت بتاعه ان انا اقلد بابا او ماما. بيجي مثلا يعني انا مثلا وانا صغير كان يقول لي مثلا يسيبك من لعب الكوره، كنت طول النهار قاعد بتلعب كوره، طب شوف لك حاجه ثانيه مفيده اعملها. طب ما انا مش عارف ايه الحاجه المفيده برضو، يعني مفيش يعني الريفرنس نفسه مش موجود عند الواحد، فاما كانش واضح وصريح ايه الحاجه الثانيه اللي الواحد ممكن يعملها، مفيش حاجه معينه ممكن تتعامل. الموضوع كان دي مش بتاعتي، بتاعت الواد. طبعا الموضوع يعني كان زمان كان كل حاجه اللي هو يعني لو كتاب لو لعبه يعني حاجه الاهل هيتدخلوا فيها ويشتروها، او حاجه الاهل at some point هيتدخلوا فيها علشان يعني يشتري الكمبيوتر ده. ما فيش عيل هيقدر ينزل يجيب مثلا حاجه ب 3000 او ب 5000 او ب 6000، لازم بابا وماما هيخشوا ويبقوا معاه ويبقوا عارفين. ممكن لما يجي الكمبيوتر هو اللي داونلود الجيمز من على النت وهو اللي يجيبها واصحابه ويبدل الهارد درايفز ويعمل هو الشغل بتاعه ده ويخلص الموضوع ويعني ويبدا يلعب. يعني التطور بقى الجديد هو الفيسبوك دلوقتي. ده احسن ده، ده هيطلع صوتي حلو يعني. اوكي تصدق حلو، اي خدمه. الفيسبوك، مين ما عندوش فيسبوك؟ واحد اثنين مية مية ثلاثة، في ثلاثة ما عندهمش فيسبوك. اوكي انا فاكر الفيسبوك ده اول لما طلع في 2006 كانت الناس بتراهن مين هيبقى سوري هو حديث قوي يعني، الفيسبوك لسه جديد يعني، هو اصلا صاحب فيسبوك يعني عيل يعني اصلا. هو يعني لما تشوفوه يعني يعني ممكن يكون قد اكبر مني بسنتين يعني، هو كان مشروع في الكليه عمله وربنا رزقه ومشيت معاه حلاوه يعني. anyway الفيسبوك اول لما طلع الناس كانت بتراهن بعض، الشباب احنا كنا بنراهن هتعمل فيسبوك؟ لا مش هعمل يا عم، ده مش عارف ايه وشكله كده غريب وازرق كده ومش عارف ايه، وبدات الناس تتراهن مع بعض ان لا ما حدش هيعمل فيسبوك، لا انت هتعمل فيسبوك، لا طب تبقى عيل لو ما عملتش مش عارف ايه. دلوقتي بقى كل الاهالي كل الناس لحد سن كبير قوي عندهم فيسبوك، بنتكلم 60 70 سنه وبنتكلم في 10 سنين وتخش تلاقي كاتب مواليد 1880 علشان يقدر يعمل فيسبوك، لان هو لو كتب سنه الحقيقي هيقول له انت ما ينفعش تعمل فيسبوك. طيب الفيسبوك حاجه جميله قوي، احنا بنخش بنداونلود اب كده هو الاب فري وبنبدا نعمل اد لكل الفريندز ومش الفريندز، يعني اي حد بيقابلنا في وشه بنعمل له اد. لا ما بنعملش لاي حد. اوكي خلاص ما بنعمل، حنان ما بتعملش لاي حد. لا وبعدين برضو في حاجه لذيذه، ساعات مثلا الاقي حد مثلا عامل لي اد ريكويست بعت لي، وبعدين اخش اقول له انت تعرفني؟ يقول لي لا بس انا لقيت في ما بيننا معارف كتير فقلت اعمل لك اد. يعني بالكومه يعني. طب جميل قوي بالكومه، وبدينا نعمل اد وبدينا ننزل الاب وبدينا بقى دلوقتي يعني تقريبا الفيسبوك بقى هو الهوم بيج وبقى هو اول اب في وش الموبايل وبقى هو الاب في التابلت او يعني بقى في حياتنا كلها. وحتى الراجل مارك صاحب الفيسبوك ده لما طلع يكلموه عن الفيسبوك او ايه المنظور بتاعه في الفيسبوك، قال انا منظوري ان احنا عايزين نخلي كل حاجه في الدنيا عبر الفيسبوك. اي حاجه انت داخل بتعمل دلوقتي لما باجي اقدم على شغل يقول لك عايز تخش بالفيسبوك، يا جدعان الفيسبوك ده بنخش نحط عليه نكت وطريقه على السيسي يعني مش اكتر يعني. يعني بقى هو سوري مينا بقى يعني بقى هو دلوقتي الحاجه الرسميه اللي يعني نقدم فيها بالشغل ونلعب بيها في الجيمز، وهو هو الاكونت اللي بنعمل بيه لوجن على كل حاجه دلوقتي بقى هو هو اللي واخد الاعتبار كله. طيب ايه علاقه ده
بالسكادول بتاع حياتنا ازاي دخل في حياتنا، ازاي حياتنا داخله فيه، هو بقى الاساسي، احنا اللي بقينا بقى جزء منه. ما بالظبط يعني، ما هي الفكره دلوقتي لو انا قاعد على الفيسبوك طول النهار، طب هل ستيفا مش هيطلع يقعد على الفيسبوك؟ طب هو انا دلوقتي لو مثلا كان ابويا بيقعد يقرا كتب كتير وانا شايفه بيقرا كتب دينيه، ممكن اجيب كتب، ممكن ما تبقاش دينيه ممكن تبقى دينيه، بس هجيب كتب. لو لقيت مثلا حد في البيت بيعزف، ممكن مثلا حد بيعزف بيانو انا اعزف كمانجا، هعزف برضه بس هعزف حاجه تانية. بس النهارده لما احنا عيالنا يشوفونا قاعدين على الفيسبوك يبقى هيطلعوا هينزلوا الفيسبوك، وبرضه هيدخلوا فيه الانبوت بتاعهم، يبقى هم هيدخلوه بالمنظور بتاعهم. عظيم عظيم، بس عظيم يعني 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 العيال هم اللي خلوا الكبار يعني. اوكي ماشي. يعني احنا عملناه علشان نشوف هم بيعملوا ايه. بس 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 يعني لو دخلت قوي جوه الفيسبوك هتلاقوا ان في حاجه اسمها ليست، وممكن في ليست ما تشوفش حاجات كثيره قوي، وفي ليست تشوف كل حاجه، وفي ناس ما بتشوفش اي حاجه خالص على الفيسبوك. ما بيشوفوش بس غير يا دوبك الاسم والايميل وصوره البروفايل بيكتشر وخلصت على كده. طب الفيسبوك ايه مدى خطورته؟ هل ليه خطوره؟ هل حد فيه شايف ان الفيسبوك فيه حاجه وحشه؟ ايه؟ معلومات كتيره ممكن الواحد ما يبقاش عايز الناس تعرفها بس هم يعرفوها. ايه تاني غلط؟ شو؟ مظبوط. انا اخر سنه وانا في مصر سوري مظبوط. انا فاكر اخر سنه وانا في مصر قبل ما اجي كان مشهور قوي زهورات العذراء. يعني الناس من كتر ما هي بتحب العذراء كانت العذراء بتظهر لكل واحد في البيت، فكل واحد العذراء بتظهر له بيكتب على النت، فاجروا يا جدعان العذراء ظهرت في كنيسه كذا، واحنا رايحين نطلع كده الموبايل نبص على الفيسبوك، لا العذراء ظهرت الناحيه الثانيه، اجري الناحيه الثانيه لف وارجع، نروح على الكنيسه الثانيه، لا العذراء ظهرت في مش عارف ايه. فهي معلومات غلط كلها. ممكن طبعا في معلومات صح، بيتشاير ساعات سير قديسين، بس قد ايه من الشباب او الجيل اللي طالع بيبص على سير القديسين او على المعلومات الروحيه اللي احنا نفسنا ان الناس تبص عليها، او نفسنا ان هو ده يبقى الجزء اليوسفول اللي في الفيسبوك ونبص عليها. لما بيطلع جروب بتاع الكنيسه كم واحد بيجري جري ويدور عليه ويخش عليه ويعمل جوين على الجروب ده، ولما بيطلع جروب هيلث او جروب عك او اي حاجه كم واحد بيعمل سيرش عليه وبيخش عليه. يوسفني اقول معلومه مش لذيذه، في اوروبا بيحبوا قوي الاحصائيات قوي، هنا في امريكا وفي اوروبا بيحبوا قوي الاحصائيات، فدخلوا بصوا على المواقع اللي مش تمام، لقوا ان في 30% من المواقع دي قفلت بسبب الفيسبوك، مش بشكل كويس. قال لك لان الناس بيحصل لهم ساتسفاكشن من الفيسبوك بطريقه ما. ايه هي الطريقه ما دي؟ انا مش عارف بصراحه، بس اكيد في طريقه ما، لان هو الفيسبوك ما بيمنعش ان الواحد ينزل صور بطريقه معينه ولا فيديوهات بشكل معين ولا اي حاجه. لو واحد عايز يحمل اي حاجه، لو حد عايز يحط اي صور بشكل معين، اي جروب باي اسم باي موضوع يحط، اللي عايز يعمل حاجه يعملها. فيسبوك مرتاحين، بيكسبوا فلوس، بيعملوا دعايه، بيجيبوا ناس، بيخش ناس، بيحط اكاونتس، هم السايكل بتاعتهم ماشيه، هم بيعملوا فلوس، الناس تعمل ايه تعملوا بقى، مش فارق معاهم، مش عاملين برايفسي. حتى يعني البرايفسي نفسها اللي احنا بنتكلم فيها، ان ممكن واحد يبقى عامل برايفسي على الاكونت بتاعه ان ايه يظهر وايه ما يظهرش، هم بيغيروا وبيروحوا كده، وانت بتفتح يقول لك البرايفسي بتاعتنا اتغيرت. اوكي فجاه تلاقي كل الناس بقت شايفه كل حاجه، فجاه تلاقي ان الحاجات اللي انت كنت مخبيها ظهرت، فجاه تلاقي ان ممكن في مصايب تحصل بدليل ان عليهم لوسوتس قد كده وعليهم مصايب قد كده، بسبب ان واحد اتعمل له تاج مع واحده فمراته شافته فرفعت عليه قضيه وإلخ.
حاجات كثيرة جدا. البرايفسي بتاعتنا راحت، الواحد بيحط بيعمل لايك على كومنت او بيعمل لايك على فيديو inappropriate فبيتفضح، الناس كلها بتعرف ان هو ده رأيه، هو عاجبه، حتى لو هو ما كانش كامل الفيديو الاخر او داس عليه بالغلط، او خصوصا التاتش في جبنة بقى دلوقتي حاجة سهلة قوي ان ممكن يدوس على حاجة بالغلط. انا فاكر مرة بابا ماسك كده الموبايل فبقول له انت ليه عامل لايك على فلان، يعني انا عارف ان هو حاجة لا يمكن يعمل عليها لايك. قال لي انا بامانه ولا اعرف ولا اي حاجه، هو بتاع ده بيخرف. قلت له لا هو مش بيخرف، هو انت ممكن يكون الموبايل في جيبك لمس حاجه فعملت لايك مظبوط، او بطريقه غير مباشره ان الواحد عمل لايك عليها. ولادنا في الخدمه وقرايبنا وعيالنا لما يشوفوا ان الواحد عمل لايك على حاجه زي كده، او لو واحد اتصرف بشكل، يعني انا فاكر كان برضو في خادم معانا في مصر في الكنيسه، يعني بعت رسالة حط تعليق لواحدة مش عارف ايه على صورة، تعليق يعني عظيم خالص، ولانه مش حاطط برايفسي حلو فاتفضح في الكنيسة كلها، وامين الخدمة جابه وابونا جابه وتوقف عن الخدمة بسبب ان هو دخل عمل تعليق لواحدة على صورة inappropriate. فالفيسبوك دلوقتي بقى بديل لحاجات كثيرة قوي ممكن نعملها كنا في يومنا، بديل لقراية، بديل للكنيسة، سر الاعتراف، الناس بقت بتخش تعترف على الفيسبوك دلوقتي، الناس بقت بتبقى الواحد بيبقى واقف في الهيكل داخل يتناول، والناس تلاقي واحد كده واقف بكل خشوع، وبدل ما هو ماسك الأجبية ولا حاجة بيقرأ اللي هو الصلاة قبل التناول، تلاقي ماسك الفيسبوك ومركز قوي كده وعمال يقلب في الفيسبوك بسرعة عشان يلحق الخبر، آخر خبر قبل ما يخش يتناول. مش للدرجات يعني يا جدعان، مش للدرجات بس شو مظبوط. لا انا اسف لو انا وصلت ان هو الفيسبوك حرام، انا مش قصدي كده، انا بقول ان ممكن استخدام ليه غلط يبقى يستبدل جزء كبير في حياتنا. دي الاساس. انا بس بتكلم ان هي حاجه بقت موبل قوي، بقت معانا في كل حته، وكل واحد بيحط الانبوت اللي هو عايزه. مظبوط. مظبوط. كل واحد وزي ما هو يشوف هيستخدمه ازاي، بس ناخد بالنا. اوكي ميرسي. ثانك يو ديفيد، شكرا. مساء الخير، كل سنه طيبين، وكل الامهات والستات طيبين. من غير ما اطول عليكم، معنا جورج باسيليوس النهارده هيكمل سلسله ابولوجيتكس، سلسله اثبات وجود الله. Okay, good evening everyone, and I'm happy to be with you. نكمل موضوع الابولوجيتكس اللي ابتدينا فيه من حوالي 3-4 اشهر كده.
مين كان معانا في اول اجتماعين عشان اعرف بس بس كده الاولاني. اوكي طب احنا هنعمل يعني ريفيو سريع علشان هناخد حاجات جديده النهارده بنعمه ربنا. موضوع الابولوجيتكس, ابولوجيتكس يعني اللاهوت الدفاعي الايمانيه, دفاع عن الايمان, دفاع عن الايمان. فاحنا اتكلمنا على الموضوع اللي هو وجود الله, the existence of God. انا هحاول هعمل يعني 50-50 English 50 Arabic علشان يعني يكون everybody will understand and benefit. قبل ما ابتدي عاوز افرجكم كليب, just one small video clip, دقيقة ونص. This was an interview that I had في colleges and universities. انا مش عارف انتوا قاعدين ورا ليه, يعني it'd be nice لو كنت كلكم. المهم interview كان في San Jose State, في De Anza College and UC Berkeley in Northern California universities. باخد sample من ال students بسألهم what do they think about God, what do they believe God is, مين هو الله. وطبعا انا خدت sample يعني طويل قصير اسود ابيض female male, يعني عشان ما اكونش يعني اكون محايد مع كل حد. فلتس نشوف ايه الردود بتاعت الستودنتس اللي كانوا في الكليه دي على السؤال من هو الله. What is, when I say deity or God, what is your viewpoint of God? I don't know, I'm not that much religious, but if you ask me about God, I'll tell you, I don't know, like, I play soccer, so whenever I go into the core, I always do a cross, and like, I always say, God, please help me, but... Or even too, when you say, God, please help me, who are you talking to? Normally, you just look at the sky and pray to the sky, but... To be real, I mean, I'm not really sure, you know, there is a God out there. It's, you know, I'm still kind of figuring that out for myself. I don't know. God is kind of with me. There, but not. My concept of God, I don't believe in God. No. Believe in God, but I mean, God may exist to other people. I think it's just something you fabricate in your own mind. That's what I think. What or who is God to me? I believe God is a spiritual being higher than what we perceive to be us. As I believe that we're. That's a good question to ask. Well, there's not a certain thing that I can say God. Sometimes I need him when I feel alone, but I can't give a specific thing that I say this is God. Okay. So this was just a sample. This interview lasted 15 minutes. I wanted to give you only يعني the gist of it. So this is what our children face when they go to colleges and universities. People say, what's interesting, Wahda Alit, God may exist for some people and not for others. Did you see? سمعتوا لما قالت كده؟ هو يكون ممكن موجود لناس بس مش موجود لناس. طب ازاي؟ ما هو لو موجود موجود للناس كلها, لو مش موجود مش موجود للناس كلها, ازاي موجود لناس ومش ناس؟ ف this is, that's the norm. And God now has been basically removed. مره كان في واحد في بيعمل prison ministry اللي هو خدمه سجون. فكان بيروح ويشوف المسجونين ويديهم بايبلز ويقروا. وكثير من المسجونين دول, الكلام ده كان في انغولا في افريكا, كثير من المسجونين دول جم للمسيح وبقوا مؤمنين ويعني وتعمدوا بعد ما طلعوا كده هو. فواحد من المسجونين قال, شوف كام انجيل هنا في السجن, لو كان عندنا الانجيل ده في المدارس ما كناش نحتاجه في السجون. نفس الانجيل لو كان في المدارس ما كناش نحتاجه في السجون. بس طبعا دلوقتي God has been removed من المدارس, من الاكاديميكس, removed من ال من everything, every facet of society, God has been removed. عشان كده
يعني احب اخلص معاك واحنا ابتدينا في نصه المره اللي فاتت نص الموضوع ونخلص الموضوع هوبفلي النهارده. I'm gonna يعني skip very quickly. احنا قلنا ان في اربع اسئله بنسالها والاربع اسئله دي بتشاور على وجود الله. الاربع اسئله بنسميهم اسئله وجوديه اللي هو انا جيت منين الاوريجن الاصل وانا هنا ليه معنى الحياه the meaning of life وايه هو الفرق بين الصح والغلط الاخلاق او morality والمصير الدستيني. These are the four questions بنسميهم the existential questions يعني questions اللي لازم كل واحد فينا يسأل نفسه الأربع أسئلة دي ويقدر يجاوب. You had a question? Oh, okay, sorry. واتكلمنا على الأوريجن المرة اللي فاتت أنا مش يعني مش هعيد كتير بس اتكلمنا عن الأوريجن وقلنا إن الأوريجن دوا إحنا في two origins our origin the human being إحنا جينا منين والتاني اللي هو اللي هتكلم معاكم فيه النهاردة اللي هو where did the universe come from الكون ده جه منين. فسؤال واحد يتسأل الملحد الاثيست ولازم يكون يرد يعني يقدر يرد عليه where did the world come from سؤال واحد. فتفتكروا بقى ايه الردود؟ ردود كتير جدا بس ايه الرد المقنع العلمي اللي يقدر الواحد يجاوب بيه على السؤال ده where did the world come from big bang theory البيج بانج محتاجه البيج بانجر يعني واحد عمل البيج بانج يعني جه ال 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 الورلد ده جه منين؟ جه منين؟ سؤال الملحد ما يقدرش يرد عليه. علشان كده تشارلز داروين in his evolution theory اللي هي نظرية التطور طلع بفكرة يقدر بيها يعني يسبب وجود الكون ووجود الانسان ان احنا جينا من خلال بكتيريا وهيدروجينز ويعني وحاجات كتيره يعني انا دونت مش عارف مش عارفها بالعربي التطور جه واحنا كنا اصلنا حاجات تانية ها مونكيز واكتر من كده. ف وير ديد ذا وورلد كم فروم في علشان نكون منطقيين لوجيكال في ثلاث اجوبه للسؤال ده او ثلاث احتمالات. الاحتمال الاول It came from nothing. يعني الكون جه من لا شيء. يعني came from nothing. ده الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني إنه eternal موجود من الأزل. يعني it has always existed. والاحتمال الثالث إنه هو خلق أو اتخلق. ما فيش احتمال رابع. ما هو يا جه من nothing يا كان موجود الكون يعني أو موجود always أو اتخلق. طب تعالوا نشوف الاحتمال الاول والثاني والثالث which one يعني منطقي and makes sense. Let's look at the first one. الكون خلق نفسه او it came from nothing. What's wrong with this? ايه المشكله في الاجابه دي؟ اوكي وجد من العدم خلق yes you're right it's tricky. الكون وجد من العدم ايه نقدر نرد على باي ذا واي دي الاجوبه اللي الايثيست بيمسك يعني they يوز نرد عليهم ونقول ايه؟ بالظبط بالظبط فيري جود او nothing comes from nothing ده law of logic يعني قانون المنطق بيقول ايه؟ nothing comes from nothing and this is a Latin word called ex nihilo which means فاقد الشيء لا يعطيه بمعنى اصح يعني ايه تعالوا نشوف التدرج بقى المنطقي if we want to study logic ونشوف ليه nothing comes from nothing let's see انا هقراها بالعربي بس سامحوني يمكن الترجمه مش كويسه قوي بقانون المنطق لا يوجد شيء ياتي من العدم واللي عاوز يقراها بالانجليزي it's on the other side لا يمكن لشيء ان ياتي من شيء غير موجود فلتس فولو ذا ستيبس لا يمكن لشيء ان ياتي من شيء غير موجود ليه ليس لان الشيء الغير موجود ما عندوش اراده وعلشان توجد شيء لازم يكون في اراده وجود علشان كده احنا ربنا بتاعنا ربنا is a human being is a person that has a will يعني شخص عنده اراده مش قوه
او انرجي او فورس زي ستار وورز وكده. علشان كده احنا المسيحيين بس اللي يقدروا يقولوا ان شاء الله، لان المشيئه بتعني ان الله ده ايه، شخص يشيء ويريد. انما البوذيست مثلا، لو بوذيست او هندي او هندو، ما يقدرش يقول ان شاء الله، لان الله عنده مش شخص يريد ويشيء يشاء يشاء. انما البوذيست الله عنده ايه، انرجي، فورس، state of being actually, rather state of being يعني condition. okay so احنا بنقول ان علشان الشيء يوجد لازم يكون في اراده، وعشان تكون في اراده توجد الشيء لازم يكون في شخص وراء الاراده. okay اي شيء ياتي من العدم لابد انه قد خلق نفسه. okay let's follow the logic. اي شيء يجي من العدم لازم يكون خلق نفسه، ولكن اذا خلق نفسه هذا يعني انه كان موجود قبل ان يخلق نفسه. Are you following؟ كان موجود قبل ما يخلق نفسه. طيب معنى هذا ان كلاهما كان موجود وغير موجود في نفس الوقت ونفس الطريقه. This is what's called logical fallacy. يعني it's illogical وغير منطقي. منطقي، مش معقول حاجه تكون موجوده ومش موجوده. فاهمين قصدي؟ So that's why with logic nothing can come from nothing. And if you watched The Sound of Music, Julie Andrews says nothing comes from nothing. Anybody watch The Sound of Music? Yes. Nothing ever will. Okay. Nothing comes from nothing. طيب. فنعرف ان اول احتمال غير منطقي. طب نشوف ثاني احتمال. It's always existed. الكون ده موجود من الازل. What's the problem بالquestion ده؟ هو it's a scientist. لازم واحد scientist يرد على السؤال ده. ها؟ ما كانش في حد، هو بس موجود من الازل. موجود ازلي، يعني من مين اللي جابه؟ ممكن تقولي انه جاب نفسه، بس نرجع بقى للنقطة الأولانية، انه ما قدرش يخلق نفسه، فيري جود، مين اللي جابه؟ بس ازلي، مش لازم يكون في تفسير على مين اللي جابه، لأنه ازلي. واي الكون ما ينفعش يكون ازلي؟ يس بالظبط بالظبط، فيري جود. في حاجه اسمها، طبعا انا مش ساينتست فمش عاوز يعني سوري يعني افتي في الحاجات دي، في حاجه اسمها the second law of thermodynamics in physics. the second law of thermodynamics بيقول ايه؟ ان الكون هيوصل لستيت اسمها انتروبي. انتروبي دي يعني هيكون ايه، من اوردر لديسوردر. يعني eventually الكون ده هيكون يعني يتفتت كده ويكون dark desolate وما فيش human life to exist on it eventually. يعني بعد مثلا مش 100 سنه، يعني بعد مثلا مليون سنه whatever. so لو العلم قال ان الكون هيوصل لحاله اللي هي الانتروبي دي وهو ازلي، يبقى it makes sense ان هو already وصل لها. يعني ايه مش هينتهي بالظبط؟ بس لو التفسير ان هو ازلي وهو مفروض ان العلم بيقول هيوصل لنقطه معينه ان هو مش هيكون في اي مش يعني حياه عليه وهو ازلي، يبقى وصل للنقطه دي. فاهم قصدي؟ يعني هقول لك تفسير معنى. لو انا مثلا لو مشيت فتره هوصل الباب دوا، وانا بقالي بمشي من الابد من الازل، يبقى اكيد وصلت للباب دوا. بس معنى ان انا ما وصلتلوش معنى كده ان انا ما بمشيش من الازل. فاهم قصدي؟ سو الكون عمره ما يكون ازلي، لانه هيوصل لفتره انه هيكون المفروض انه حصل قبل كده بالظبط كده وما حصلش. معنى كده ان العلم، بالاضافه لحضرتك للنقطه اللي قلتيها، ان العلم اثبتات كتيره غير السكند لا اوف ثيرمودينامكس ان الكون هاد ا بيجينينج. Beginning. ودي الحاجات اللي اتكلمنا فيها المره اللي فاتت لما قعدنا مع بعض. طيب it did not come from nothing. yes اؤمري. مش فاهمه ايه؟ النقطه دي ايه؟ ايه النقطه دي؟ ان الكون مش هيكون زي الكون اللي احنا عارفينه دلوقتي. الشمس هتظلم والكون هي كولابس. بس ما وصلهاش.
النقطة إنه ما وصلهاش. معنى كده إنه مش أزلي. فهمتي قصدي؟ أوكي. لا لا لا، أزلي يعني ملوش بداية فقط، أبدي ملوش نهاية، سرمدي لا بداية ولا نهاية. يسي؟ أزلي أبدي سرمدي. أوكي. طيب ثالث نقطة، يبقى أكيد الكون مخلوق ما دام ما didn't come from nothing، وما دام إن هو had a beginning مش أزلي، يبقى الكون مخلوق. طيب عاوز أكلمكم على حاجة اسمها العلة الأولى. هو هنا يعني الترجمة بتاعت جوجل قالت السبب الأول، بس هو مش هو اسمه العلة الأولى the first cause. طب جه إزاي الكون ده؟ ونشوف بقى التفسير. العلة الأولى دي بتقول كده whatever أي شيء موجود لازم يكون ليه سبب وجود أو سبب لوجوده. يعني إيه؟ أي anything that exists must have a cause، لازم يكون ليه سبب. أي كرسي دواء ما يقدرش يجي من نفسه، لازم يكون ليه سبب وجوده. والنقطة بقى المهمة إن سبب وجود الكرسي لازم تكون outside of it not within it. That's the key. يعني إيه؟ الحاجة موجودة ده اسمها the effect، اللي هو الإفكت اللي هو بالعربي اسمه آسف الإفكت هنا السبب، في سبب و الحدث اوكي اسمه الحدث، في حدث وسبب اللي هو cause and effect. السبب cause، الحدث effect. يعني ايه؟ الكرسي ده حدث effect ليه ايه؟ سبب cause that caused it. فاهمين قصدي؟ والسبب اللي عمل الحدث لازم يكون outside بره الحدث. فاهمين قصدي؟ somebody create somebody caused it to exist outside of it outside of it. This is law of logic. ده منطق. This is logic. طيب اي حاجه موجوده لازم يكون ليها سبب. طيب دلوقتي عارفين ان الكون موجود، انا موجود. واحد كان مره بيسال، واحد مره بيسالني في one of the conventions بيقول لي how do I know God is real. قلت له how do you know you are real. You see, if you are not real then God is not real. So why don't you go find out whether you are real or not and then come ask the question. So بما ان الكون موجود لازم يكون في ايه؟ سبب عمل الحدث اللي هو الكون. ايه السبب ده بقى؟ ايه السبب؟ بنسميه العلة الاولى، السبب الاول. The gift of existence اللي هي عطية الوجود، انا هنا بالانجليزي بس هقولها بالعربي برضو follow the logic. الوجود ده عطية اعطيت من الايه؟ من السبب للحدث. الجيف ده existence is a gift from the cause to the effect. ماشي؟ إذ لم يكن أحد عنده الجفت دي، إيه هي الجفت دي؟ الإكزيستنس. very good. لو ما حدش عنده الجفت دي إزاي هيديها لغيره؟ لو ما حدش عنده الجفت of existence هيديها لغيره إزاي؟ okay. بس إحنا عارفين إن إحنا خدنا الجفت. gift of what؟ العطية الإيه؟ عطية الوجود. خدناها منين؟ لازم يكون واحد عنده وجود، والواحد دوا بنسميه إيه؟ واجب الوجود. بالعربي كده الاكسبريشن واجب الوجود، يعني he exists necessarily. That's the expression in English. Exists necessarily. ليه؟ لازم يكون في first cause، علة أولى هي موجودة بذاتها تدي الأحداث بقى اللي هي إيه؟ تسبب الأحداث لنا كلنا، تدي نعمة الوجود دي للناس كلها. زي مثلا إيه؟ أنا بقول أنا عندي كتاب هدهولك وانت تديه لصاحبك وصاحبك تديه لصاحبك وهكذا، ولازم الكتاب ده يوصل لنا كلنا، واحنا كلنا لازم ناخد الكتاب ده. بس افرض انا ما عنديش الكتاب ده عشان ادهولك، هل اي حد هياخده؟ لا. بس ما دام الكتاب وصل لغايه هناك يبقى اكيد جه من واحد،
من واحد من واحد. طب جه منين؟ لازم يكون في واحد عنده الكتاب ده عشان يديه لحد. فلازم يكون الله هو عنده ايه واجب الوجود، يدي الوجود دوه لينا وللاخرين. طيب let's ask في objections. ما احنا ما يعني كلام حلو قوي، بس انا I'll give you some of the objections الاعتراضات اللي يعني through the last 12 years I have had about these logical points. ففي واحد student قال لي كده، بص في اعتراض عاوز اقوله لك. This doesn't prove ان God بتاع المسيحيين exist. What about العلة الاولى دي؟ ممكن تكون طاقة او ممكن تكون قوة كده خيالية، مش لازم هو يسوع المسيح، ها؟ تفاعلات ولا whatever. بالضبط انفجار هو البيج بانج. طيب let's again think logically، بالمنطق ازاي نجاوب على السؤال ده؟ طاقة غير محددة او قوة غامضة او ايه الرد على السؤال ده؟ يس very good. الطاقة بتخلص، بس يمكن الطاقة الخالقة دي كانت طاقة جميلة، يعني البيج بانج دي بيقولوا قوية جدا، يعني عملت خلق وخلصت، بس اتليست هي الدافع. بالظبط. يعني استاذ اسم حضرتك ايه بقى؟ علاء. استاذ كبير. لا ما انا في بقى ايه برضو احنا بنتكلم دلوقتي منطق، احنا ما بنقولش احنا جبنا سيره الانجيل، احنا this is how to prove نسبه وجود الله من غير استعمال ايات الانجيل طبعا، لان احنا بنتكلم دلوقتي مع atheists، مع ملحدين، بنتكلم مع اللي بيتكلموا اولادنا وبناتنا. اوكي طيب دلوقتي بقى في حاجه اسمها نظريه السببيه. يعني ايه برضو؟ هو this is easier in English but انا ادن انه موجوده بالعربي، بس هم يعني اللي ساعدوني في الترجمه قالوا ان دي معناها نظريه السببيه، يعني the law of causality. And I studied it in English. I'll tell you what it means. هقول لك يعني ايه. The law of causality says this. Here's what it says. The law of logic. The قانون منطقي. يعني الفلاسفة والحكماء عارفين الحاجات دي. بيقولوا ايه؟ The effect cannot be greater than the cause. يعني ايه؟ الحدث، فاكرين الحدث الكرسي؟ ما يقدرش يكون أكبر وأقوى من السبب. صح؟ فدلوقتي لو الحدث اللي هو احنا ناطقين عاقلين حكماء عندنا ريزن عندنا مايند عندنا عقل، معنى كده واحنا الحدث، معنى كده ان السبب لازم يكون ايه؟ عاقل ناطق حكيم اكتر باضعاف. دي سي، لان اللاو اوف لوجيك بيقول ان لازم ما دام الحدث في منطق وعقل يبقى السبب في منطق وعقل. This is called the law of causality and this is the law of logic. طب let's follow. يعني هو في حاجات a lot more than that. أنا بس بعمل summary علشان الموضوع ده ممكن ياخد شهور، بس I'm just giving you summaries. Let's look at the first cause اللي هي العلة الأولى اللي هو السبب اللي عمل الأحداث دي كلها. هتلاقي إن the first cause ده لازم يكون، أنا عاملها بالعربي أهي. السبب الاول لازم يكون سبب الاول في وجود الفراغ اللي هو space، فلازم يكون غير محدود. ما دام عمل فراغ عمل space لازم يكون beyond space. beyond يعني فوق او اعلى. السبب الاول للوقت لازم يكون غير محدود بالوقت، لان الوقت ده خلق مع ربنا. ما يقدرش نقول ان الوقت التايم is eternal ازلي، لان لو التايم eternal يبقى التايم is God لانه eternal. التايم وجد مع وجود ايه؟ الخليقة، لان الخليقة بدون وقت، الوقت بدون الخليقة والخليقة بدون وقت ما يعني they cannot go hand in hand. ما دام في خليقة يبقى في وقت، والوقت اللي احنا نعرفه دلوقتي جه في اليوم الرابع علشان اليوم الرابع خلق فيه ايه؟ الشمس. اوكي طب السبب الاول لازم يكون سبب الاول لوجود الطاقه، فلازم نعرف ان هو قادر على كل شيء مش محدود بالطاقه.
السبب الأول للعمق والدقة لازم يكون عارف كل حاجة كلية المعرفة. السبب الأول لوجود الأخلاق لازم يكون أخلاقي. السبب الأول لوجود كمال الإنسان perfection لازم يكون perfect and true. السبب الأول للحب لازم يكون محب. السبب الأول للحياة لازم يكون مش حي، معطي للحياة. فأنت لو خدت كل الصفات دي، السبب الأول كأنكم بتصلوا صلاة الصلح بتاعت القداس الغرغوري بالضبط كده، هتلاقوا أن السبب الأول هو يسوع المسيح بتاع المسيحيين، هو ده اللي فيه كل الصفات دي مع بعض. بس احنا ازاي وصلنا للصفات دي؟ مش بالإنجيل، وصلناها باللوجيك، بالمنطق. ويعني we can debate مش debate we can explain each of these. يعني أنا هو كم سبب احنا قلنا؟ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ممكن كل واحدة من دول فيها مثلا one hour of explanation ليه why do I say ان السبب ده يكون كذا، بس يعني just to save time. So العلة الأولى هي اللي أوجدت الكون وخلقت الكون، والعلة الأولى لازم تكون كذا وكذا 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 وكذا. طب نشوف مين اللي فيه الصفات دي كلها، نعرف ان هو إله المسيحيين اللي هم بيسموه يسوع المسيح اللي هو رب المجد اللي فيه كل الصفات دي. Does it make sense؟ اوكي ماشي. طب objection number two، ده أول objection. Objection number two، الاعتراض الثاني. طب انت بتقول لي كل حدث ليه سبب، ايه سبب وجود الله؟ مين خلق ربنا؟ ما كل effect ليه cause. Who caused God؟ مين بقى؟ والسؤال ده على فكرة يعني متداول كتير جدا. والسؤال ده يعني في أنا ابني يعني كان 7 سنين سألني السؤال ده، ففي إجابة أمثلي قلت لكم الموضوع ده آخر مرة اجتمعنا مش كده؟ Did we? No? No? في إجابة للسبعة 8 years old وفي إجابة للعقلاء والفهماء. فنقول بقى إيه؟ مش قلت لا. إيه بقى الرد على السؤال ده؟ من أوجد أو سبب وجود الله؟ أزلي ما يعني سرمدي صح؟ هو سرمدي مر يا الكرسي مش ممكن يعرف يفهم. أوكي very good very good. لأن ما هو في حاجتين very good، في حاجتين في الكون، في حاجة اسمها material and immaterial، يعني حاجات جمادات وحاجات عقل او مايند، مايند اور ماتر، مايند اور ماتر. ها not besides you're right but besides tangible or non tangible mind or matter because mind could still be tangible at some at certain times. طيب اللي خلق الله، نقول بقى الرد اللي هو السؤال نفسه في حاجة غلط. You said it إن هو أزلي. الله by definition تعريفه إن هو أزلي. طب أزلي إزاي؟ السؤال نفسه بيعني إن مدام في خلق يبقى في cause and effect، حدث وسبب. حدث وسبب بيحصلوا إمتى؟ في وجود إيه؟ في وجود إيه؟ وقت، time. مادام في cause وفي effect يبقى موجود time. بس الله by definition beyond time، لذلك the law of causality أو قانون السببية ما يمشيش عليه. ليه؟ لأنه beyond time. طب what else does this mean؟ It means in كل حاجة ففي ايه؟ في احنا قلنا ايه؟ في سبب وحدث. كل حدث لازم يكون فيه beginning مش كده؟ لازم يكون فيه time it started.
لو ما فيش تايم يبقى ما فيش beginning, ولو ما فيش beginning يبقى ما فيش cause, يبقى ما فيش خلق, يبقى ما فيش حد كان لازم يخلق ربنا. فاهمين اللوجيك؟ فاهمين قصدي؟ أؤمر persuade atheists, you mean? لا, هو it is not an escape. لا ابدا. ليه؟ it's not an escape, لان السؤال نفسه it's not an escape. I'll tell you why. انت لو بتكلم atheist لازم تعمل establish common ground. فاهم قصدي؟ common ground يعني ايه؟ لازم ن establish the same language. لو انا بتكلم atheist ومعايا الانجيل, بجيب ايات من الانجيل, forget it, مفيش common ground. ايه ال common ground between me and the atheist? reason and logic, المنطق. فمن خلال المنطق, لو هو بيؤمن باللاز اوف لوجيك, he has to understand this, because this is what the laws of logic say. فاهم قصدي؟ ان ايه, but it explains the existence of God from your perspective. Mohanta, you're not persuading him or her to become Christians. You are saying that I, as a Christian, have an answer for this question. Whether this persuades you or not, فهم قصدي؟ But I have an answer, and this answer is a logical answer. In because God had no beginning, therefore he cannot be caused. That's it. اللي عنده بداية بيوجد, اللي ما عندوش بداية لا يوجد. وGod by definition ما عندوش بداية, لأن هو لازم يكون في علة أولى, والعلة الأولى دي it's an agreed upon. لازم يكون في حد عنده existence initially. فده الGod احنا بنتكلم عليه, ما عندوش بداية, لذلك لم يوجد, لم يعمل أو يخلق. yes. رد الأطفال من عناية. فأنا قلت لابني إيه هو no, مش قصدي كده. فانا قلت لابني, بص, شايف الكريسماس تري دي؟ شايف تحت الكريسماس تري في ايه؟ في التشو تشو ترين, القطر دوت. فانا قلت له, مين بيجر اخر عربيه في القطر؟ قال لي العربيه اللي قدامها. طب مين بيجر العربيه اللي قدامها؟ قال لي اللي قدامها. واللي قدامها؟ اللي قدامها. ووصلنا لغايه لما خلصنا القطر لغايه العربيه الاولى. قلت له, طب مين بيجر العربيه الاولى؟ قال لي هي بتجر نفسها. قلت له, هو ده ربنا. His existence comes from him. وهو بيجر بقى ايه؟ يعني الحاجات التانية كلها. نعم, قال لي ايه؟ البطري؟ لا, هو كان بالكهرباء مش البطري. أؤمر, أؤمر. ده سؤال تاني. ده سؤال تاني. لا, مش داخل في ده خالص. احنا هنا بنقول مين الخالق اللي أوجد الكون؟ ليه خلق؟ ده موضوع تاني خالص. هو الإجابة البسيطة, ربنا خلقك عشان بيحبك بس. يعني بقى في صح. لما ما نقدرش نقول 90 و50 و60, بس هقول لك ليه. انت عارف ليه هم هيروحوا جهنم؟ عشان ربنا بيحبهم. هقول لك ازاي, بس يعني انا هرد على السؤال ده عشان ده موضوع تاني, بس هرد عليه بس ونكمل الموضوع بتاعنا. الحب, love, means one thing. I as a lover عندي love اديه للbeloved. فاهم؟ انا محب ومحبوب. فاهم قصدي؟ فلو يكون true love, حب حقيقي, لازم المحب يدي ايه للمحبوب؟ حرية إرادة إنه يحبه باك. فهم قصدي؟ إلا ما يكونش حب. لو أنا بحب مراتي وأقول لها أنت لازم تحبيني باك غصبا عني, يبقى مش حب. فربنا عشان بيحب حضرتك وبيحبني إدانا عطية اللي هي اسمها الفري ويل, اسمها إيه؟ حرية الإرادة. حرية الإرادة ليه؟ عشان أحبه باك. فسوى واحد سألني السؤال ده برضو من كام شهر, قال لي ليه ربنا خلقنا يعني, طب ما كان خلقنا نحبه دايما. قلت له, بص, حرية الإرادة مهمة جدا. لو انت قلت كم ليه ربنا يعني, لو كان ربنا خلص على كل واحد بيسبه,
كان هيخلص على كل واحد بيشكره. فما اقدرش ايه، فاهم قصدي؟ فدلوقتي الحريه الاراده دي بقى بتاعتي وبتاع حضرتك، ايه انا استعملها في حاجه من حاجتين، يحبه يا ما احبوش. ما احتمال كبير دي، ده انت بتفترض. انت عشان تقولت الباب الكثيرون اللي هم يقولون اوكي، انا هقول لحضرتك حاجه، الاحتمال كبير واحتمال صغير دي This is statistics، يعني دي احصائيات، احنا ما نقدرش نقول 90 80 60. هقول لك برضو ماشي، في سؤال اتساله ربنا يسوع المسيح، معلش هو انا يعني هخلص دي وهنكمل، بس هو سؤال مهم جدا يعني اللي حضرتك بتقوله. في سؤال اتساله ربنا يسوع المسيح له المجد، قال فقال ايه واحد من تلاميذه، ده تقراها في لوقا اصحاح 13 ايه 23 و24، بيقول ايه أكثيرون هم الذين يخلصون؟ واحد بيسأله كده المسيح. فممكن السؤال زي ما أنت بتقول كده، هو يعني عاوز يعرف statistics، اديني كده النسبة ونتناسب، هل هو مثلا 60% 50%؟ عاوز أعرف. فربنا كان ممكن يقول له بص يا ابني 60% هيخلصوا، 40% قليلون، كثيرون، مش كده. ما ردش الرد ده، عارف الرد قال له ايه؟ ما هو سؤال. الرد كان ايه لو قريته لوقا 13 24؟ لا، قال اجتهدوا، صح يور رايت، اجتهدوا ان تدخلوا من الباب الضيق. عارف يعني معناها ايه؟ نون اوف يور بيزنس. بيسكلي ربنا بيقول له كده، بيقول له اتس نون اوف يور بيزنس، مين اللي هيخلص مين مش هيخلص، كتير قليل 7 8 10 20، انت اجتهد ان تدخل من الباب الضيق. ودي تقراها في لوقا 13. فاللي انا عاوز اقوله، انا ما اقدرش افترض اسيوم ان في 80 90 60. هقول لك حاجه تاني، لما ربنا قال قليلون هم الذين يجدونه، ما كانش بيتكلم as a mathematician، he was speaking as a shepherd. فرق كبير جدا. ليه؟ as a mathematician، فاهم قصدي يعني mathematician؟ اوكي، احصائي يعني كده 9 8 10. اوكي، as a shepherd راعي 1 is too much، as a father لو واحد هيهلك ده عنده too much. فwe have to understand the Bible when it says قليلون، مش معناها قليلون إحصائيا، ولا كثيرون معناها كثيرون إحصائيا، أبدا. كثيرون for his heart could be 2 or 3 because he's a father not a mathematician. بس ممكن نجاوب على الإجابة دي برضو يعني باستفاضة in upcoming times، لأن احنا في الموضوعات اللي هناخدها بعد كده موضوع the problem of evil، وده يرد على سؤال حضرتك اللي هي مشكلة الألم والسفرينج وجهنم والحاجات دي كلها، فده هنتكلم فيه باستفاضة إن شاء الله. حضرتك اتفضل. نعم؟ آه، ما نقدرش نقول برضه 50%، لا لا ما نقدرش نقول كده. أؤمري قلنا فاكرة دي؟ هو راح فين؟ اهي قبل كده اهي. دي بقى احنا ممكن يعني انا قلتها لك بالظبط بالظبط، تبقى بعد التانية رايت. اوكي ممكن ليتس موف اون، ليتس موف اون. انا عاوز اقرا لكم ده لان ده مهم قوي برضو. واحد اسمه بيتر كرافت امجد وين تايم از اب. اوكي اوكي، واحد قال ايه، فورجيف الترجمه برضو، قال ايه، دي حاجة معروفة ان انت ممكن تجيب يعني before you read تعليل ان وجود الله ده كان وجود الكون ده by chance، بالصدفة بالصدفة. قال انت لو جبت 1,000,000 قرد ومليون تايب رايتر وديتهم 1,000,000 سنة eventually هيكتبوا هاملت بتاعت شيكسبير. ده يعني حاجة معروفة في عالم الإلحاد. فنقرا بقى قال ايه؟ قال احدهم ذات مرة انه اذا جلس 1,000,000 قرد على 1,000,000 من الالات الكاتبة لمليون سنة، واحد منهم سوف يكتب في نهاية المطاف كل هاملت عن طريق الصدفة. بس عندي سؤال، عندما نجد نص هاملت هل احنا بنتساءل لو جه صدفة ومش صدفة؟ طبعا لا،
بنقول مين اللي كتبه. طب ليه احنا ما بنتسألش ان كان صدفة ومش صدفة وبنستخدم وما بنعملش كده في الكون نفسه؟ يعني هاملت لما بنشوفها ما بنقولش دي صدفة، على طول مخنا بيروح في مين الكاتب. انما ليه احنا لما بنشوف الكون ده عمرنا ما بنروحش، مخنا ما بيروحش لمين الخالق؟ ليه بقى؟ بص بقى العلة بتاعته، لان فرصته الوحيدة لانه يفضل ملحد هو انه يقول ايه؟ ان جت صدفة. عشان كده الملحد بيقول فيه ثلاث حاجات عملوا الكون ده: chance, time, matter. يعني ايه؟ المادة، الصدفة، الوقت. ثلاث حاجات دول، this plus this plus this، عملوا الكون. بس انت لما دلوقتي ماشي في على البيتش على الشاطئ ولقيت كده SOS، عارفين SOS يعني we need help، مكتوب على الرملة، هل automatically you think ان تفاعل الموجة مع الجو مع الرملة هي اللي عملت SOS، ولا automatically تقول ان كان في حد هنا عاقل عمل كتب SOS؟ لا طبعا حد عاقل. طب الكون ده هل خالي من العقل والفهم والابداع؟ ده يعني حاجات كتير يعني في الكون يعني ممكن طبعا of course. طب واي بتقول ان هو صدفة؟ لان هو ده علتك الوحيدة انك تفضل atheist. اوكي اتكلمنا، سمحنا ردنا على سؤال where did the world come from، هنجاوب. احنا اتكلمنا على meaning المرة اللي فاتت. الاخلاق احنا ممكن نعديها معلش عشان نكمل في اللي بعدها. نكمل اوكي نعدي الاخلاق. اخر سؤال، احنا قلنا اربع اسئلة: انا جيت منين origin، انا هنا ليه، معنى الحياة، ثالث حاجة ايه هو الفرق بين الصح والغلط، ورابع حاجة الاخيرة ما هو مصيري destiny. origin, meaning, morality and destiny، المصير. طيب this is very easy. انا I was talking to an atheist، واحدة كانت مسيحية وبقت ملحدة للأسف الشديد من حوالي كده كم شهر، وبسألها بقول لها يا فلانة يعني بعد الشر كده لما بعد عمر طويل هتروحي فين؟ قالت لي خلاص I will stop or cease to exist، يعني هنتهي يعني هكون فناء، هفنى خلاص perish. قلت لها يعني عمرك ده كله وفي الآخر finished، is this all there is؟ قالت لي آه. This is her belief، لأن as an atheist you don't believe in the afterlife، في العمر في العالم ال so what's the point؟ let me العالم الآخر. thank you. okay. دلوقتي أنا يعني إجابة سريعة، وتسابونا if I say anything wrong please correct me. الرجاء، الرجاء hope is hope بالعربي مكتوبة إيه؟ ضروري لكل مسعى للإنسان، ضروري لكل مسعى للإنسان. يعني إيه؟ تعالوا نشوف دلوقتي، أنا student عندي رجاء وأنا بذاكر إن أنا أتخرج واشتغل. تخيلوا إن أنا student بذاكر وما فيش تخرج، ده يبقى مذاكرة إيه دي؟ ماشي؟ طيب أنا as an athlete بعمل رياضة بتمرن علشان إيه؟ أكسب في المباراة أو في المسابقة. تخيلوا بقى أنا بعمل practice مثلا في الأولمبيكس، بعمل practice 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 وما فيش مباراة، ما فيش ماتش وما فيش winning. طب إيه ده بقى؟ فكل حاجة في الحياة ليها إيه؟ مسعى كل مسعى الإنسان فيه رجاء ونافذة للرجاء. اللي بيروح يشتغل بيروح يشتغل علشان ياخد باي تشيك عشان يدفع المورجج عشان يعيش. تخيلوا ان احنا بنشتغل وما فيش باي تشيك، طب هشتغل ليه؟ فلو كل facet of life has hope built in، طب how about life itself؟ فاهمين قصدي؟ لو كل فاهمين يعني you know what I mean by the sum of the total parts، يعني ان كان ال parts have hope what about the sum of the total، it has to have something beyond it. يعني مدام في الحياة فيها كده what about what's after life؟ of course after life you have to have a life after it and I'm gonna answer this question in a second. دلوقتي
اوكي ليتس سكيب ذس عشان الوقت برضو. اوكي okay. ازدواجيه العالم نقطه يعني مهمه عاوز اشرحها لحضراتكم. ازدواجيه العالم دي is a very important point to understand. هتلاقوا ان العالم بيدي وبياخد او بياخد وبيدي بمعنى صح. ليه؟ انت لو ماشي مثلا وشفت beautiful sunset كده هتقول الله ايه الحلو حلو قوي المنظر ده وانا عاوز اقعد اشوف السانسيت ده forever. مش كده بيجي لك شوق في قلبك كده وبتنبسط لما تشوف منظر زي ده حلو قوي. طيب لما تشوف منظر زي ده earthquakes وtsunamis وvolcanoes بتزعل بتقول ايه ده؟ لا انا عاوز اللي على الشمال مش عاوز اللي على اليمين. فالحياه كلها كده في moments of laughter followed by moments of tears. This is life. في كده وفي كده. حد عمره شاف حد عايش على الشمال بس؟ لا. ولا حتى على اليمين بس؟ نو. مع ان يعني كتير مننا فاكرين حكينا على اليمين. نو. We always have this and this. But let me ask you a question. A very important question. Why I cannot reconcile myself with what's on the right? يعني اللي عاوز اقوله ليه انا مش قادر اتعايش مع اللي على اليمين؟ ليه بقى؟ الملحد بيقول ايه؟ ان انا والعالم حته واحده. يعني انا جيت من العالم from the earth ورايح للعالم. يعني الكون اوجدني ولما اموت هرجع تاني ابقى absorbed امتص او يعني absorbed في العالم. فانا part of the world. يعني انا part of ال... لا بلاش الكنيسه. انا part مثلا من الجبل. انا part من ال... 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 الدكه اللي هناك. فاهمين قصدي؟ طيب لو انا part of the world ليه مش قادر اتعايش مع ال... 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 كل ال natural disasters؟ فاديت له example. قلت له الاكزامبل بتاع الفيش. انا قلت له حضراتكم قبل كده الموضوع ده. قلت له انت دلوقتي عمرك شفت سمكه في فيش بول اللي هو ايه؟ حوض ميه في حوض سمك؟ شفت سمكه في حوض سمك؟ قال لي اه. قلت له طيب عمرك كده تفتكر ان السمكه كومبلينز انها مبلوله؟ قال لي لا طبعا عمرها ما تكون كومبلين انها مبلوله. قلت له طب خليك معايا كده. نفترض انك شفت سمكه كومبلين يعني ايه؟ بتشتكي انها مبلوله. مش ده يكون اكبر مؤشر ان السمكه دي مفروض انها تكون مخلوقه على البر مش على الميه؟ قال لي اه. قلت له فيري جود. احنا كومبلين ان في earthquakes وtsunamis وvolcanoes وناس بتموت complain all the time. مش ده يكون اكبر مؤشر ان احنا مفروض مخلوقين لعالم مفهوش الvolcanoes والtsunamis والearthquakes؟ He started to think maybe العالم ده المسيحيين بيقولوا عليه ايه؟ الملكوت. هو ده بس كده. So follow the logic. It's logical. If we complain about the natural disasters, we must not be part of the natural disasters. We must not be part of this world. Then we must حاجة فينا بتشاور على عالم آخر اللي هو عالم الذي ليس له فيه يعني ليس فيه إيه حزن وحاجات من دي. فa naturalist or an atheist cannot defend ما يقدرش you defend his position or her position as an atheist من الناحيه ال existential اللي هي الناحيه الوجوديه okay? ولا من الناحيه الفلسفيه ولا من الناحيه ال مش عارف ايه يعني ال existential emotional يعني emotional okay? Does this make sense? Does this make sense? Okay. ماشي. اخر حاجه عاوز اشرح لحضراتكم باسكالز ويجر اللي هو اسمه رهان باسكال. باسكال ده كان ماثيماتيشن لو تعرفوا هو اللي عمل باسكال لانجويج فيري فيموس ماثيماتيشن احصائي وكده هو وعمل كان قال انا عاوز اشوف ربنا ده موجود ولا لا فانا هعمل حاجه اسمها برهان باسكال ده مشهور قوي في ان ذا وورلد اوف ابولوجيتكس يعني فقال ايه قال انا هعمل الرهان ده ان احط الرهان ده يعني لو في واحد حكيم
ويعني كده واحد عاقل يعني لما يكون عنده اختيار between two choices هيختار الشويس اللي هيديله the better reward. يعني لما بتعمله لما بتعمله اختيار مش قصدي gambling يعني لو بتعمله اختيار مثلا انت بتعمل invest in the stock market وشايف ان this stock or mutual fund is going very good doing very good وفي واحد تاني doing very bad لفترض انت يعني whatever يعني it's going to continue to do good طبعا بتحط فلوسك على الستوك اللي رايح يعني if you are sane وعاقل. طيب ده بقى اللي قاله باسكال زويد. باسكال قال ان في four quadrants يعني four احتمالات اربعة انا يا اؤمن بالله او لا اؤمن بالله مفيش تالت يا لا اؤمن بيه او لا اؤمن بيه عشان كده it's called forced wager يعني رهان لازم تعمله مش فيش اختيار ليك مش هعوز اعمل الرهان ده لا لازم تعمله لان مفيش حل تالت اؤمن بالله او لا اؤمن بالله والله يا موجود يا غير موجود في حاجه في اي احتمال ثاني غير كده هو بس كده. طيب تعالوا نشوف نحط الشيبس سوري نحط الحياه بتاعتنا على اني ربع من الاربعه دول. لو انا بؤمن بالله وطلع ان الله غير موجود هيبقى في خساره محدوده. يعني ايه خساره محدوده؟ عشت شويه بالظبط كده يعني عشت شويه في الدنيا بقى اضطريت تصوم ما كانش مكان مش موجود هتصوم ليه؟ ويعني اضطريت تصوم تضرب مطنيات وتروح الكنيسه وخساره 90 سنة عشتهم خسارة يعني ماشي بس محدودة. طيب لو أنا لا أؤمن بالله والله غير موجود هيبقى في مكسب محدود يعني عشت حياتي بقى إيه ويعني had fun fill in the blanks بقى ماشي عشت حياتي ربنا مش موجود ولا أؤمن بيه. طيب لو أنا لا أؤمن بالله والله موجود هيكون عندي ايه؟ مكسب محدود وخسارة لا نهائية. المكسب المحدود ان انا عشت 90 سنة بتاعتي هنا على الارض عشت حياتي عملت اللي انا عاوز اعمله بس اوبس طلع ربنا موجود هعيش بقى ايه؟ خسارة لا نهائية. فاهمين قصدي؟ طب نشوف اخر واحد. لو انا اؤمن بالله والله موجود هيكون المكسب بتاعي لا نهائي الملكوت والخسارة محدودة بس حتى الخسارة المحدودة دي لو انت فعلا عشت مع ربنا ما بتكونش خسارة بس احنا بنتكلم يعني خلينا مع المنطق بتاع المنطق ده. فدلوقتي اديك شايف الاربعة دول تحط البت الرهان بتاعك على اني واحد من الاربعة لو انت راجل عندك يعني ايه تفكير هتحطه على whichever makes the best reward هيدي لك مكسب اكتر اللي هو ايه؟ مكسب لا نهائي خسارة محدودة بس كده. ده كان السبب في ان باسكال بقى مسيحي هو الاول بقى آمن بالله وعرف ان الله الواحد هو الله اله المسيحيين او اله الانجيل يعني اله الكون وبعد كده بقى من اعظم البريتشرز اللي هم يعني one of the best preachers من خلال مجرد حسبة بس كده حسبها في دماغه بقى اسمه برهان باسكال. It's important to know it's called Pascal's wager. Important برهان أو رهان wager يعني رهان لا مش اختيار رهان رهن يعني لما أخذه لما بتشوفي حد بيعمل جامبلينج وبيراهن على حاجة رهان مش برهان آسف مش برهان لا رهان يعني ما رهن بيها رهان ويجينج جامبلينج لسه جامبلينج بس هي جامبلينج مش يعني ليها صدى مش كويس بس قال ده اولا هو عاش in the 1600s ايه في الفيزياء وفي الماثيماتكس اللي هي ايه الرياضه في الفيزياء وفي الرياضه لازم هتكوني اخدتي بس بالظبط كان في بيسك وباسكال والذي منه يس يس اني وايز ليتس موف اون داز ات ميك سنس
يعني at least okay let's move on. Okay, أنا كنت بكلم مع واحد برضو يعني I'll give you some stories from يعني my experience with atheists. I had a lot of experience with atheists on almost 20 college campuses in Northern California and in Canada and Southern California. So I was talking to one of the atheists وقلت له بص أنا عاوز أسألك سؤال. أنت دلوقتي ماشي سبت بيتك ورايح مشوار وسبت البيت مثلا بعد 5 دقايق جالك مكالمة واحد كلمك بيقول لك يا فلان ارجع بيتك بيتحرق في big fire in your house. انت بقى عندك option one option two اختيار اول واختيار تاني. option one انك تقول ايه المكالمة دي يمكن هو يعني his حد ايه بيسخف وبيغطي زي ما بتقولي صح سخيف مش هصدقه. او الاوبشن التاني تقول طب انا دلوقتي 5 minutes بس يعني هعمل يوتيرن وارجع واشوف لو البيت فعلا ما بيتحرق ولا لا. طيب if you are عاقل وعندك يعني شويه rational reason ودي وتلف وترجعي ليه. لو انا دلوقتي كلمتك وقلت لك بقول لك ايه انا شفت في ارنب بيمشي جنب الباك يارد بتاعتك ماشي حالك. انما لو بيتك بيتحرق لا يبقى what I'm trying to say in what's at stake is too high. يعني ايه اللي بيتقال دوا something very important واللي هيكلفني ايه 5 دقايق لف وارجع وشوف. فده اللي انا كنت بحاول اوصله للاثيست الشخص ده وقلت له دلوقتي what's at stake is a matter of life. ده موضوع حياة او موت موضوع حياة او موت وكله هيكلفك ايه. تعالى ونقرأ انجيل يوحنا ونشوف بيقول ايه وتعالى يعني وحاول يعني تعرف مين الله دوا اللي بيقول ان لم كذا كذا مش هيكون ان لم كذا يعني في حاجات very very important بيتك بيتحرق ارجع وشوف. anyways this is another way to say that if you are a reasonable person you see what's at stake is too high and what's gonna cost you is very little. دلوقتي انا هقول بقى امجد لو 5 more minutes is okay 5 minutes بس ما طولت عليكم معلش 5 more minutes. باسكال ده قال حاجه يعني I love it very much وفي حاجه number 2 برضو I love it very much I'll share it with you. قال ايه وهبنا الله ادله واضحه بما فيه الكفايه لاقناع اولئك الذين عندهم قلب مفتوح وعقل مفتوح ووهبنا أدلة غامضة بما فيه الكفاية حتى لا تجبر أولئك الذين لديهم العقل والقلب مغلق. very very profound and beautiful. يعني ادالك ربنا ادالك كده signs شوية علامات يعني بسيطة كده أو إيه علامات إيه واضحة بما فيه الكفاية يعني يعني sufficiently clear بالضبط هو sufficiently clear علشان اللي عنده قلب مفتوح وذهن مفتوح هيعرف اللي هو قالها في روميا اصحاح 1 ان هو قال ايه قال his attributes are clearly seen حتى انك انت بلا اكسكيوز يعني بلا عذر you have no excuse لانك انت الخليقه بتزعق كده بتقول ربنا موجود اوكي. وقال ايه ان ادانا حاجات كده غامضه علشان اللي عنده قلب مظلم وعقل مظلم ما يشوفهمش. فاهمين قصدي؟ اوكي اخر نقطه لماذا الناس يرفضون الله why not believe. طب ليه في atheists كتير وناس مش عاوزين يجوا ربنا ليه it's easy very it's good it's easy. هتوجع دماغي ليه انا مش عاوز امشي مع واحد يقول لي امشي يمين او اعبد واحد يقول لي امشي يمين وامشي شمال انا عاوز او انا بي my own what. فاكرين الحية قالت ايه في اصحاح 3 في التكوين وتكونون بالضبط هو ده من يعني بؤرة من الاصل كله في التكوين جه لغاية النهاردة وتكون احنا عاوزين. واحد مرة قال ايه واحد فيلسوف قال ايه 4000 years ago God created man in the 21st century man created God بس كده بالضبط كده. اوكي ليه بقى الجواب هنا واحد مورتايمر ادلر ده از ا فورمر اتيست كان ملحد قديم يعني وبعد كده جه للايمان قال الجواب هو في اراده الانسان مش في عقل الانسان. يعني ايه ات از نوت ا ماتر ان انا مش قادر يعني استوعب كده بذهني وبعقلي ان الله موجود
ان انا مش عاوز ان الله يكون موجود. I don't want to believe in God. It's a matter of اراده مش عقل. طبعا مش معنى كده ان مفيش barriers. في طبعا ناس لو تقدر تتفاهم معاهم وتتحاجج معاهم بالمنطق والعقل زي ما اتكلمنا طبعا بيجوا للايمان، بس الغالبيه الموضوع موضوع اراده مش موضوع عقل. This is the second thing I like very much. انا حطيتها على my Facebook page. بيقول ايه؟ The presence of God made me more and more uncomfortable. I began looking for reasons to believe that he didn't exist. And then he said this very profound statement. Not many of us doubt God's existence and then start sinning. Most of us sin and then start doubt God's existence. He was a former atheist, يعني كان ملحد سابقا. فاهمين مين بيجي قبل التاني؟ مش ان احنا بنقول اه ده ربنا مش موجود. I got it. Let's sin. نخطئ بقى ونعيش في الخطية. لا لا، العكس صحيح. احنا بنعيش في الخطية وبنحاول نبرر ان ربنا مش موجود عشان نعيش. In psychology it's called cognitive dissonance. يعني نعيش في صراع. صراع دايما كده هو. اوكي. دي بقى النقطة اللي كانت اخر نقطة. I promise you. ان في ايه في الانجيل جميله جدا بحبها قوي قوي، رب المجد قال ايه في يوحنا 3:19؟ قال في هذه هي الدينونه ان النور قد جاء للعالم واحب الناس الظلمه اكثر من العالم. طب ليه؟ ما هو بقى هنا الجواب بقى، ليه في اتيستس كتيره؟ لان اعمالهم كانت شريره. انا هديكم مثال دلوقتي. ايماجن احنا في لا بلاش في الكنيسه، مثلا ايه، احنا في البيت والنور منور وكل واحد شايف التاني يعني في البيت مع بعض. Imagine مثلا انا في الاوضه بتاعتي والنور مطفي، محدش شايفني، اعمل انا عاوز اعمله، افكر انا عاوز افكر فيه، ما هو النور مطفي، حد شايفني، اعمالي بقى وافكاري واعمل اللي عاوز اعمله. جه واحد ونور النور. طب انا دلوقتي عندي حل من الاثنين، يا الا ما النور بقى دلوقتي ايه كشفني، يا الا بطل اللي انا بعمله عشان دلوقتي كشفت، او فيري ايزي اروح كده هو واطفي النور بس كده. اتس سمبل. كل الايثيستس اللي في الدنيا دي كلها بيطفوا النور. ليه؟ لان سيدنا المسيح قال ايه؟ لان اعمالهم كانت شريره بس كده. لا مش في بوم كانت حلوه كنت عاوز اقراه لكم بس عشان الوقت. اقمر اوبس سوري. ده كلام سليم، ده كلام سليم صح. يا 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 يس صح. علشان كده انا عاوز اقول نقطه برضو مهمه. يور ابسولوتلي رايت. بس في نقطه انا يعني from the experience of apologetics I wanted to tell. يمكن تجاوب على سؤالك دلوقتي. احنا كبيرنتس ده المفروض اجتماع للاسره، يعني how do I focus on raising my child in the faith, في الإيمان. كتير مننا بالفوكس بتاعنا بيكون على إيه؟ الأخلاقيات. I'm not saying this is bad. الأخلاقيات. What my son does, what my daughter does. Okay? ده قال كلمة وحشة. ده فستان مش كويس. ده راحت مش عارف إيه. دي عملت إيه؟ دي عملت إيه؟ دي عملت إيه؟ الفوكس بتاع البيرنتس كله بيكون في الأمور الأخلاقية. While this is good, far more important is not to shield, يعني protect your child from what he does, is to protect him or her from what he knows. More important. ليه بقى؟ Satan in this society, in this culture, مش بيحارب بس في الاخلاق. الاخلاقيات طبعا انت عارفه الاباحيات في المجتمع معروفه، انما far more dangerous fight is to play with your mind. فاهم قصدي؟ يشككك بقى. طب يعني هي، طب ما الناس اللي ما سمعوش عن المسيح دوا، ده احنا ربنا is fair عادل، فاكيد يعني لا مش هتكون مسيحي، عيش حياتك، عيش حلو كده، ويعني ما تكذبش كتير، ما تحلفش كتير وهتخش. فاهم قصدي؟ This is اللي بتعلموه أولادنا وبناتنا in the academic world. فبيجوا بقى يسألوا، فاهم قصدي؟ فال problem is a problem of the mind. So what I would encourage all the parents to do إن هم يحصنوا أولادهم وبناتهم
بمعلوماتهم قبل سلوكهم، لان دي يعني دي بتجلب دي، او يعني بتولد دي السورس. فاهم قصدي؟ I noticed this issue and I've been wanting to share that with you. فاهم قصدي؟ Does it make sense? You don't believe it? هي مش مسيحية، وانا اتكلمت معاها علشان هي يهودية، وحاولت ان انا يعني افهمها ان احنا ان هي كويسة جدا، الست كويسة جدا، فهي مقتنعة ان انا كويسة وان انا يعني انا تمام، وان انا يعني انا مش هي ست كبيرة في السن، قالت انا مش هقدر اغير ده دلوقتي. فانا حاولت اقنعها ان لا، احنا كلنا محتاجين للخلاص، وكلنا محتاجين يعني، حاولت ادخل لها في الحته دي شويه، وحاولت ادخل لها في ان حته ان انت لو فعلا، قلت لها مش لازم تيجي الكنيسه، مش لازم يعني، انا مش عايزه ازنقها، قلت لها انت كفايه ان انت تبقي واثقه ان هو ده ربنا، وان هو قادر ان هو يكون جنبك ويسندك ويفرحك، حاجات كده. فهي مقتنعه، بس هي مش قادره انها يعني، حاسه ان احساس ان الواحد كويس ده يعني، انا مش يعني، فهي دي عشان كده انا بسال، لما حد يكون حاسس ان هو كويس، فهو حاسس ان هو مش محتاج ان هو يغير قوي يعني. زي ما قال السيد المسيح، الاصحاء مش محتاجين للطبيب، لو هي فاكره ان هي صح يعني in good health، يبقى to her Christ is irrelevant، لان هي she has good health. لو هي حاسه ان هي مريضه، يبقى هتحتاج ال العلاج. اوكي، فور ذس بوينت يا ايريني، احنا فاكره احنا كان في نقطه الاخلاقيات وعدناها، هي دي هتجاوب على سؤالك. فايه رايك نعملها المره الجايه، لان يعني عاوز اتكلم فيها شويه يعني باستفاضه كده علشان ترد على الموضوع ده. وفي حاجه تاني، في مدخل للشخص ده، ومدخل للشخص ده، مدخل للشخص ده، مدخل للشخص ده، وفي شخص عقلاني انتلكتشوال تخشي له من هنا، وفي شخص بيقول الله ده كل ده عندي بنت اختي ماتت بالكانسر وعندها 5 سنين، مش ما فيش ربنا مش موجود، تخشي له من هنا. فكل ما عندناش اللي هو وان سايز فيتس اول، في كل واحد زي سيد المسيح في يوحنا 3 اتكلم مع نيكوديموس، غير في يوحنا 4 اتكلم مع السامرية، مدخل مختلف ديبيندينج على الشخص. بس نخليها في المره، اموري نتكلم على واحده اصلا اخلاقها كويسه، بس هي ملهاش ديانة أو مش مسيحية. أنا في واحد كنت أعرف، راجل كبير جدا، وراجل كان محترم قوي قوي، فوق 70 سنة، وبعدين اكتشفت بعد معاملتي معاه مدة طويلة، هو مستشار قانوني لمجموعة الشركات كان بتاعتنا، إن هو كان مسيحي وبقى ولا حاجة خالص. أنا افتكرته بقى مسلم، هو اسما مسلم لكن هو ملحد. فقعدت معاه جدا، فقعدت معاه قلت له أنا مستخسرك يعني، كنت بعتبره في أخلاقه زي والدي بالظبط، لا انا مش عايزاك تضيع، انا اللي بقول له كده كبنته يعني. قال لي انت جريئه انك تقولي لي حاجه زي كده، بس قلت له عشان انا بحبك جدا، فانا مش عايزاك تروح في حته وحشه. فقال لي بصي، انا كنت كان رئيس خدمه في كنيسه كبير، مش كان مثلا اي حاجه في اي حاجه نو. قال لي انا كنت بدرس، وكان رئيس خدمه، مش راجل اي فيجر وخلاص، وكان بس لما قريت كتير، وكان مستشار قانوني يعني دارس حاجات كتير قوي، واول الدفعه وحاجات كده. قال لي انا ماما العذر قومت مامتي من على الكرسي وهي مشلوله، طب انت عايز ايه تاني يعني، مش فاهمه، بس تحسي. قال لي انا ماشي بالاسكس او بالكونشس بتاعته، ان هو كل حاجه بضميره وبيتوجهه خلاص. يعني فيري 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 جود بوينت، بس لا هنكملها المره الجايه. موضوع الاخلاق هيرد على سؤال حضرتك وسؤال ايريني، بس انت عاوزه يعني موضوع جاست كده سايد كومنتس. طب العذراء قومت السيد المسيح، اكشلي كان في قصه في لوقا بتقول ايه، فاكره العذر الغني، فاكره لا اسف العذر مش الغني، الغني والعذر، لما قالوا الغني قال طب ابعت حد طب عشان اخواتي، الرد كان ايه، حتى لو حد امل يعني. المشكله مش موضوع العذراء يعني، المشكله من جوه لا يطلع من ده كله. اوكي، ممكن اوعدك المره الجايه هنتكلم في موضوع الاخلاقيات، ان هي حوالي في 12 سلايدز هيردوا على الموضوع ده، الاثكس، وموضوع ان انا ازاي اكون البوديس دي شيز ا جود بيرسون، او جويش قصدي جود بيرسون،
ازاي نرد. فwait for us next week, next time, I mean next time. اوكي okay. اخر حاجه يا سوق مري اقول لحضرتك ايه اقول لحضرتك لو تقري رساله بولس الرسول الى روميا الاصحاح الاول والثاني والثالث بس كده ما تقريش الرابع الاول والثاني والثالث هتعرفي ان في الثلاث اصحاحات دول ابونا بليز كوركت مي لو قلت اي حاجه غلط اي يونت يعني بيقول ان الله اظهر نفسه من خلال اربع حاجات انا يعني I would like to make them all start with C ماشي الناس بتقول عليهم دول creation الخليقة أظهر نفسه ربنا من خلال الخليقة تاني حاجة canon of the scripture يعني إيه الكتاب المقدس تالت حاجة conscience بالسي اللي هي الضمير رابع حاجة وأجمد حاجة Christ so ربنا أظهر نفسه للعالم through creation canon of scriptures conscience Christ اي حد مخلوق في الدنيا دي كلها لازم هيتلامس او يعني هي touched by one of those four that's what St. Paul said هو قال كده طبعاً ممكن يعني نكمل في الـ في الـ في الاجابه تاني انا بس اخر حاجه كنت عاوز اقولها لحضراتكم بدل البوم دوه عشان بس عيد نياحه سيدنا البابا شنوده ربنا موجود كلمته الشهيره فيعني God exists انا What? How do we teach apologetics to our children? That is the, one of the most important questions. إزاي نعلمهم الدافعيات؟ في ثلاث حاجات يعني I made up three rules. The what, the how, and the why. الثلاث حاجات دول على ثلاث مراحل. أول حاجة أعلمها لأولادي the what. ماذا? What do we do? What do we believe? يعني حتى مثلا في الإيمانيات. انا بعمل ايه بصوم ودي لما مثلا يكون الطفل ما يقدرش يستوعب غير الماذا بصوم بصلي بروح الكنيسه بعمل ايه so this answers the what this is information I give him information الولد الصغير يكبر شويه ومخه يبتدى ينمو فاتنقل من الانفورميشن للنوليدج يبقى ما اقولوش بقى انا بعمل ايه بس بعمل ايه وازاي لما بصوم بصوم كده لما بصلي بصلي كده لما بتناول بتناول كده فبتنقل من الانفورميشن المعلومات للمعرفة من الوات to the how لما الطفل ينمو اكتر شوية ينضج اكتر انتنقل من الوات to the how to the more important why يبقى اخش من الانفورميشن to the knowledge to understanding فاهمين قصدي كتير بقى احنا بنديهم understanding وهم مش مستوعبين او اوحش من كده بنديهم information وهم ناضجين ويسالوا بس احنا ما عندناش الاجابه فهيسالوا العالم الاخر فاهمين قصدي فعشان كده لازم احنا نكون equipped ان احنا نديهم مش answer the what ولا the how but the why that's how we should deal with our children يعني biological or spiritual بس انا اسف طولت عليكم apologize ف any questions or comments I do absolutely yes You're absolutely right, and that's يعني بصلوات حضرتك وصلوات أبونا وكده. This is my service. اسمها خدمة الأبولوجيتكس. When I go to colleges, universities وكده. وعندنا مؤتمر مع الأنبا يوسف في أغسطس على just موضوعات دية.
في موضوع ده فقط. طب ميري one second and then we'll come back to you. Yes. للأطفال عندي سورس حلو جدا ابني بيقرأ منه chapter كل يوم اسمه Children's Also Need a Verdict. أنا ممكن أمجد ممكن أبعته ليك وتبعته لكل حد. اسمه Children بيفسر الحاجات دي بحاجات for kids. بالضبط. Perfect. طب ميري موري ما احبش شو لا لان دي بقى هقول لك حاجه مش هقول لان دي